من الأمور التي تقع عند الناس. نعم. تسوّج زند عندن ميكسّتو كسّتو شال. التطير التشاؤم. تطير مبالو يوف وهم يجد منت عمل كوتال. التطير من الشرك الأصغر من أعمال الجاهلية. تطير كتنشو شركنو يجاهلية أكبر. يتطير بماذا؟ بمن دنو تطير مياه. في الصباح يخرج مثلا إلى عمله. لم السالي بطوات ودسر يوت على عندسو. ويرى رجل أعرج مثلا أو أعور. يهون الشباي هو نسو وين موري هو نسو يا جنيال طلعت كبيتهم لو تمارت. يقول أعوذ بالله هذا اليوم يوم شر. بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زاري كانوا شر يا ولا كانوا وده سر عليه دمبلو يكره. شرك أصغر. إيه تنشو شركنا. أو يرى طائر أسود. وين دمو تقول يا ونج ووفي عاد. أو يسمع صوت حمار أكرمكم الله. وين دمو يا هيا دمت السماء البطول. ويقول اليوم مصيبة. زاري مصيبة ما كره لي درس بينا إلى. موجود او لا؟ ايه نقدر عنده ويس يلمنا كثير جدا بطام بزونال. هذا حال من؟ ايه باري مانو حال المشرك حال المنافق التطير يا مشركوش يا منافقوش باري. هذا اراد السفر الى اديس لمسالي يسو ودا اديس اوا لمقواز فلده. عندما خرج من البيت كبيت اندو وطا لمقواز مالده انقطع الثوب لبسو تقرط أجدامي. فماذا يصنع؟ من دنمي سرق. قال سبحان الله إذا لا أسافر اليوم. سبحان الله إلى. هذا تطير. على السفر مزاري إلى. إيه تطير يبالي لمن؟ ما علاقة قطع الثوب بسفره؟ يلبس مقرط كسفر جار ممكن ينتهى له. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة ماذا حصل له؟ النبي صلى الله عليه وسلم بمجمرة دعواته وجزي من دنبري تكسته. آذوه وكذبوه وحاصروه. ترك الدعوة تطير صدقواته مجنون على وجهه وشتم على وجهه بزون نجر على رجواته قن دعوه أنت توتر لا تفاعل ترون نجر نونديوم تفاعل تصفان نونديوم يتعيش لا يتطير إلا المشرك تطير ميبالون نجر مشرك أنت ليلا يسرهم يقدام لك وثمرة والناس عندهم خاصة كبار السن أشياء كثيرة يقول إذا هذه اليد تحك أو هذه اليد أو العين تقمز هذه أو الرجل أشياء كثيرة عندهم صح؟ عند كل الأمم نعم مثلا يجمع تو يقفوا سواج بزونا قرر جاتوا قلوا مياكوالوا أقراتوا قلوا مياكوالوا كتاتوا قلوا مياكوالوا نعم هنا قرر يتم اللي بسواج زندنا وبعض الناس يستيقظ من النوم كان كلفوا عندنا نسوي النساء يقول والله اليوم أنا أشعر نفسي مقبوضة قلبي مقبوض زاريك بقى مسمى ينقر على لبيه بتقام تجنا عندك إيلا تأثر إيلا أشعر أن المصيبة قريبة بقى هون المصيبة نقل لي ما تعبينه من سؤال يعني يعلم الغيب هذا إيه قدي يا ويروك مستر أو كم عرفنا يسوع موجود إيه نقر على موجود الله يجنيك بعض الناس يضحك أنا نسوي شيء سكان فهذا يقول لهذا الذي يضحك يقول الله يكفينا شر الضحك يعني كأنه يعتقد أنه بعد الضحك تأتي المصيبة ولا بد علم غيب كذي سوي ساق الله يتبقى يبلو إلال يا سوف مساقو يوان الشر نقر نمي درس بات أمي أمن سوى تشارلو تطير إيه تطير هذا لن شرك أصغر تنشو شركنا المسلم مسلم لا يتطير تطير يقدام نقوت ميبال نقر لنور بتاي قبا بفسل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير يا مؤمن وش قد داي بطعم يا سجنك أن يالالو نبياتي صلى الله عليه وسلم كل أنتنا خيرنا وملكامنا ورحمة